ترب ويب معانا 24/7 اي وقت بنحتاج سبورت منهم بيبقوا موجودين معانا. انا اسمي محمد علي مدير مطاعم حوده. احنا في مطعم حوده هنا ليه اكتر من 18 سنه في مصر الجديده. بنحاول مع الوقت طبعا ان احنا نطور المطعم بشكل يواكب التطورات الموجوده دلوقتي والخدمات اللي اختلفت عن الوقت القديم. تعاونا مع شركه Ultimate Solutions مدونا برنامج فيرب بالنسبه للحسابات، فده كان عامل مهم جدا ان هو ساعدنا على النجاح في الخطوه اللي احنا عايزين ناخدها ان احنا نقدم المطعم بشكل افضل. فيرب ويب ساعدنا بصراحه في البروسيس بتاعت اي اوردر بناخده، سواء اذا كان اوردر ديليفري او اوردر في الصاله، من اول اللحظه اللي العميل بيتصل او بيجي بنفسه يطلب اوردر من المطعم من هنا، فالاوردر بيتاخد، الكاشير بياخده بينزله على السيستم، بيسمع دايركتلي في او مباشره في المطبخ، بيبقى في فولو اب تعرف تعمل كنترول الاوردر خد وقت قد ايه، اول ما بيخلص بيديله زي نوتيفيكيشن ان هو بيظهر عنده خلاص الاوردر ده ريدي. طبعا حتى في الدليفري ده بيساعدنا جدا، لان لما حد بيتصل اوتوماتيك اول ما يحط رقم تليفونه بيدينا الداتا بتاعته كامله بعنوانه بكل حاجه، ايه اكتر حاجات بيطلبها، وبتقدر تاخد ريبورت عنه في اي وقت، حجم البيع بتاعنا قد ايه، ايه الاكتر حاجه بنبيع منها، ايه اللي مش بيديك ان انت تقدر تهندل الموضوع، يعني بتشوف انت ايه قصور في الجوانب اللي فيها قصور، مثلا عندك في اصناف مش شغاله، في اصناف شغاله اكتر، تقدر تهتم بايه، تقدر تشتغل دعايه على حاجات اكتر في ايه. فيرب ويب برضو بالنسبه لجزئيه الريسبي دي مهمه جدا، ان احنا برضو يبقى عندنا كنترول لكل ايتم او كل ساندوتش بنبيعه في المكان. من المميزات المهمه جدا انت بتبقى في مكانك بتقدر من على السيستم اكنك شايف الفروع كلها ومتواجد فيها وعندك كل التقارير بتاعتك اليوميه. احنا حاليا بنفتح فرع جديد في الرحاب، فلو احنا عندنا فرعين او اكتر من فرع بنقدر نربط السيستم كله ببعضه. المخازن، سواء المخزن بتاع كل فرع ليه مخزن مستقل بيه او هو مخزن بيخدم كل الفروع، فده برضه بيربط لك كل الداتا مع بعضها. فيرب ويب معانا 24/7 اي وقت بنحتاج سبورت منهم بيبقوا موجودين معانا، بيحلوا لنا المشكله في اسرع وقت ممكن. احنا طبعا ان شاء الله بعد ما جربنا الخدمه مع فيرب ويب اكيد باذن الله بنتمنى ان احنا نكمل شغل معاهم طبعا مع كل فروعنا اللي جايه، وهم شركاء معانا في النجاح اللي احنا فيه، وبنتمنى التوفيق لينا وليهم ان شاء الله.